could move right, we could dance all night. No money in the bank, but the bank don't bite. Come on. سيادنا السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما تشوفوا اليوم فاحنا في فيديو جديد على وايت بيرد جيمنج شانل، واليوم عندنا فيديو في فيفا 15 ديمو. غنحاول اليوم ان شاء الله نديروا ماتش دي سي اللي فيه، غادي نحاولوا نشوفوا اشنو الجديد اولا الحوايج اللي تزادوا في لا فيفا 15 اللي ان شاء الله مابقاش ليها بزاف باش خرج تقريبا شي 2 جور ولا 3 جور من التاريخ ديال لا بوبليكاسيون ديال لا فيديو، ماشي التسجيل ديالها. سو نحاولوا قبل ما ندخلوا نحاولوا نشوفوا الفيتشرز اللي مدايره لهم لا فيفا، مدايره لهم اون انترفاس باش يلاه تشوفوا شنو هما. فوالا عندنا الانتيليجونس ايموسيونيل، يعني اللعاب حسب هذوك المشاكل اللي تطراو ليه في وسط لو جو او الاحداث اللي تطراو ليه، فهو تيعبر بواحد الطريقه معينه، مثلا بليسيور او لا يدير مثلا الكارديان واحد لاري في شكل، اولا اللاعب يماركي شي بيت اللي في شكل واعر، فهمتيني؟ كتكون لا رياكسيون ديالته على حسب هذاك الحدث اللي وقع. بالنسبه لطاكتيك ديكيب فهو اش غادي نقولوا، هما تيقولوا باللي انه غادي يكون احسن وغادي يعطيك امكانيات انك تدوز لواحد ليفل اخر، سواء في الهجوم سواء في الدفاع، اللي هو لاطاك دو فولي ولا الديفونس مالاد، يعني لي زيكستريم. بون تنشوفوهم ان شاء الله في لا فيرسيون فينال، لانه غالبا في لا بيتا ما غاديش اولا في الديمو ما غاديش يكون هذاك الشيء كيف ما في لا فيرسيون فينال. سو بليس دو كونترول، يعني البوان دو جرافيتي اولا مركز الثقل اولا ديال التوازن ديال اللعابه، فهو مخدوم بشكل احسن اللي تيخليك انك تورني على اللعاب مزيان، تتحكم في لابال مزيان. بالنسبه لي ديال بلو رياليست على حساب سميتو الموتور جرافيك الجديد اللي دار. لي غارديان نوفيل جينيراسيون، يعني تيغطيو مساحه اكثر بيديهم، تيديروا دي زاري في شكل جداد، بزاف ديال لي زاري اللي تزادوا جداد. جيستيون ديكيب بون انترفاس جديده حنا غادي نشوفها مع بعضياتنا وسط الماتش. كاينين دي زوبسيون اللي جداد ولكن ماشي شي حاجه اللي كثيره بزاف. بريزونطاسيون ديناميك دي ماتش، يعني ليفي ديال الجمهور، سميتو الاغاني، كيفاش كيدخلوا اللعابه، كيفاش تيسلموا على بعضياتهم، على الحكام الى اخره. عاوتاني سميتو لي ريزومي دو ماتش هما اللي واعرين بزاف، غادي نخليكم تشوفوا ان شاء الله وسط الماتش دي سي ديالنا. جورني دي اون ديريكت، هذه بالنسبه للناس اللي غادي ياخذوا ديك لي اوريجينال، يعني غادي ياخذوا لو جو يشريو، فهم غادي يكون عندهم دائما بحال اذاعه سبورتيف وسط لو جو، يعني دائما تيوصلهم الجديد ديال لي ماتش الى اخره. الباركليز بريمير ليغ غتلقى فيها كاع الفرق اللي كاينين، 20 ستاد، وغتلقى بزاف ديال لي فيس اللي هما حقيقيين مخدومين بشكل حقيقي. بون انا شخصيا ما كنهتمش بزاف للوجوه، لانني فاش كتبدا كتلعب سيرتو في لي كارير ديالك، فانت اكيد كدك تطلع في دي جون ديالك، كتبدا كتريكروتي دراري صغار وداكشي، فبالتالي ما غاديش يكونوا الوجوه ديالهم في لا باز دي دوني، تيكونوا اللعابه الياطوار اللي انت كتطلعهم. بون الفوت سيزون اميكال هذه جديده في الفوتبول اوتيميت تيم، يعني كاينه سيزون خاصه بك وفي المواجهه ديال لي زامي ديالك، يعني انت كتبدا تلعب مع صحابك 5 ماتش 5 ماتش، وكتشوفوا شكون هو اللي غادي يدي الشامبيون بينك وبين صحابك. اوكي اشنو اخر هادو بالنسبه لسميتو لي جوور ديال الفوت وداك الشيء، شي حاجه اللي بون ما جو سي با غادي تكون غالبا غير ماركتينغ وداك الشيء، يعني كيفاش تشري اللعابه، شنو هما اللعابه اللي ديسبونيبل باش ديبورسي شويه الفلوس وصافي، تيكونوا زايدين فيهم دي كاباسيتي شويه وكذا. هادي بون ما علينا، ماشي اللي هو اللي تيهمنا دابا، اللي تيهمنا هو نمشيو نديرو فودون فوا ونشوفوا بالزربه هاد الشيء واش كاين بصح ولا لا. اوكي بون التيران اللي عطيني كتلعب فيه في هذه الفيفا 15 ديمو هو الانفيلد ديال ليفربول. غتشوفوا كيفاش لو دوغري ديال الديتاي اللي فيه وداكشي. بون بالنسبه ليكيب شنو ناخذ؟ ليفربول، ناخذ ليفربول، ناخذ ليفربول باسكو هي لي دوميسيل. بون شكون معاها؟ غادي نغمض عينيا وغادي نبقى نتحرك وغادي نورك في الاخر. فوالا جات في تشيلسي. اوكي ليتس دو ات. بون غنديروا حاجه، غادي نمشيو لا ديفيكولتي، حنا بغينا نلعبوا ونقصروا شويه، غادي نديروا ليجوند باش يلاه نشوفوا شنو غادي يديروا معنا، ونحاولوا نختبروا شويه سميتو لا ديفيكولتي، واخا حتى كيف ما قلنا غير ديمو، يعني ماشي فحال لا فينال، تيكونوا شويه ديال الحوايج ناقصين.
داكشي لانه مازال ماشي فيناليزي، لانه مازال الشركه فاش كتخرج لا ديمو سي بور افوار داك لو فيدباك، يعني يوصلوها لي رابور ديال لي زيرور، يوصلها للفيدباك من طرف الجمهور باش تعرف شنو هما الحوايج اللي ممكن تاجوستيهم افون سميتو افون لو لونسي. بطبيعه الحال ماشي غادي يكون داكشي 100% لانه ضروري غيبقاو يجيو دي ميزاجور من بعد اللي تيصلحوا دوك لي زيرور اللي تيكونوا الكليتش لي بوغ الى اخره. اوكي بعض المرات تيكونوا دي ميزاجور لي ماجور اللي كاع اللي تيبدلوا مثلا في الكونترول ديال لابال مثلا ولا في الكونترول ديال الغارديان الى اخره. صافي اوكي وقعت المسائل. اوكي نمشيو نشوفوا عاوتاني لي كوموند. الكوموند فوالا هادشي ما نبدلوش ما نقيصوش. جيستيون ديكيب غنحاولوا نخليوها ان شاء الله حتى وسط الماتش، انه كيف ما تيقولوا الشوط الاول ديال اللعابه الشوط الثاني ديال المدربين. كيف حنا غادي نحاولوا نلعبوا دابا باللعابه نشوفوا شنو غادي نديروا، من بعد نشوفوا حنا كمدربين شنو غادي نختاروا. سو ليتس دو ويتش ونبداو في الماتش ديالنا. اوكي هادو عارفين هم الناس اللي متعودين على الفيفا فهم عارفين هذه المساله هذه، لانه في البدايه ديال كل ماتش تيكون عندك هكذا سميتو اون ارين اللي فيها دي في تكنيك اللي كتبقى تديرهم فوالا وتتاخد عليهم دي بوان وتتبقى تبارى مع الاصدقاء ديالك كتشوف شكون هو اللي غادي يجيب احسن سكور الى اخره. ما بدنا ندير دابا هاد الساعه. اوكي فوالا التيران فوالا الانفيلد، خليكم مع لونفيونس ديال لونطري ديال الفراقي. Let's head straight off to Anfield, shall we? Magnificent day on Merseyside, the sun beating down. Your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Welcome everybody. Martin Tyler along with Alan Smith. Alan, looking forward to it today. Yeah, I think so, Martin. There's a really good buzz in the air here. Well, we've got Chelsea against Liverpool to entertain us today, and I think entertainment will be the name of the game. I think it will. Neither of these sides, to me, looks set up to defend and just play on the counter-attack. I think we're going to see two teams going at it here. This is the Liverpool side. Simon Mignolet starts in goal. Glenn Johnson starts with John Flanagan in the fullback positions. Jordan Henderson plays with Steven Gerrard in central midfield. In attack, Daniel Sturridge partners up front with Ricky Lambert. Here's the Chelsea lineup. Petacek starts in goal. Branislav Ivanovic starts with Azpilicueta as the fullbacks. Fabregas plays with Nemanja Matic in central midfield. Diego Costa is the lone striker today. Liverpool, Alan, became the first team to score over 100 goals in the top division of English football and not win the league since 1966. They did everything but win it, didn't they? Well, didn't they just? I think without them, it wouldn't have been the sensational Premier League season that it was. Contributed so much, just couldn't sustain it. اذا فوالا حنا غادي نبداو الماتش ديالنا. خليتكم مع لومبيونس ديال البديه البريزونطاسيون ديناميك كيف ما تشوفوا في الاغنيه ديال ليفربول المشهوره يو ويل نيفر ووك الون. كتشوفوا لومبيونس ديال التيران فعلا كتحس براسك دوميسيل ماشي غير كذوب. بالنسبه لابريزونطاسيون ديال لي كومونطاتور فانتوما الا كنتو كتفهموا شويه لونجلي فانتوما غادي تكونوا بالتاكيد فهمتوا انهم تكلموا على التاريخ ديال ليفربول بواحد الطريقه اللي تتحس بحال اللي سميتو لو كومونتير لايف، يعني تيتكلم على كيفاش انه ليفربول من اول فريق في البريمير ليغ اللي سجل وصل للسقف ديال 100 هدف، ومع ذلك فهو مده مابقاش دا البريمير ليغ يعني تيعاني. اي ما دازش فهو فريق اللي تيعاني مابقاش دا البريمير ليغ. الور حنا غادي نحاولوا نديو البريمير ليغ اليوم بما اننا في مواجهه ديال الفريق اللي انجليزي اللي تنتمي حتى هو لا بريمير ليغ. وهما هنايا سميتو في لا ديمو تيعتبروها بحال اون فينال بحال الماتش الاول اللي تيعطيوه لك قبل ما تدخل الانترفاس ديال لو جو اللي تيكون مع المان سيتي. باسكو العام اللي فات كان صراع ما بين المان سيتي وليفربول على شكون اللي غيدي اللقب. ايوا لا 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 اجي الكورتك كتشوفوا انهم تيكادريو تيران مزيان. الوقفه التاكتيك واعره بزاف. اي كوستا ولكن حتى حنا واقفين مزيان حتى حنايا
يلا يلا شو واحد فيكم يخرج. شنو درت خاصني يمكن خاص نقاد لي بارامتر ديال لا مانيت. انا نبدلهم ماشي نبدلهم هما اللي مبدلينهم. اوكي تير مع سميتو تير مع اللوب او لما ماشي مع اللوب مع السونطراج كانوا مقلوبين. اوكي ضيعوا لنا هدف مي بون باسكو كيف نشوف شو كونفيغوراسيون غير طومبورير يعني تتسد لو جو تتمشي لا كونفيغوراسيون باسكو غير ديمو. اوكي ماشي مشكل ماشي مشكل الا وصلنا مره نقدروا نوصلوا جوج. مي كره كيف ما تعرفوا الا زقلتي زقلتي بزاف تتودي. Chelsea continuing to operate at the very highest level, the European super club now. No, I don't think so. They obviously got a very wealthy backup, and they have established themselves now. They've obviously got to live within their means with the financial fair play and what have you, but they've assembled a very strong squad. بالنسبه لسوق انتقالات ديال ليفربول كيف ما ديما فهي ما تعتمدش على انها تشري بزاف او تدفع ثمن في سميتو في اللعابه اللي شنو غادي نقولوا نجوم. فهي كتحاول تشري بذكاء. والا شفتوا فهي دابا كيفاش عوضات المشيه تاع سواريز عوضاتها بلامبرت. لامبرت ماشي شي لعاب اللي نجم ولكن لعاب اللي يجيل قناص ديال لي سيرفاس يعني غادي ينفعها في السكورين من الاخر. دييغو كوستا ما خصوش يوصل لكاري دي زويت سينو غادي يقنبل. شتش قفرت على بونش لموت كانوا غيتهلاو فيا. مي صراحه فاش غادي تشوفوا انا ما يمكنش نتكلم لكم على الجرافيك واخا مقداوي غتحسوا به فاش غادي تشوفوا الهايلايت ديال الماتش تما فين غادي تشوفوا الديفيرونس مع هاد ايغنيت سميتو اونجين اللي بدات كتخدم به سميتو اللي بدات كتخدم به الكترونيك ارت بالنسبه للسيري ديال الفيفا. بالنسبه للسيري ديال الفيفا دائما من الصعيب انك تلعب كره وتهضر. اللي بديت كتلعب به دابا الكترونيك ارت في السيري ديال الفيفا من هاد العام. موتور جرافيك اللي زوين بزاف سيرتو في الرياليزم ديالو في المحاكاه ديال لي موفمون ديال اللعابه الحقيقيه. اوكي غنحاول تكونسونطرا شويه دابا على الماتش نحاولوا اوموان نديروا التعادل. ارى داك البالون ارى شو ماركم تصار شو كتشوفوا كيفاش شي كادري وكيفاش السوتيه ما بين اللعابه ديال لي كولوار وما بين اللعابه ديال الوسط ديال الديفونس. يلا سير انت سير. يلا كتشوفوا كيفاش شونجا لا بال في الكونتر بارتي ديال التيران يعني تيحل اللعب يعني سميتو انتيليجونس ارتيفيسيال زوينه بزاف وصعيبه تلعب مع سيرتو في هاد لي نيفو ديال ليجوندير اولا لي نيفو الاخرين ميم هذاك الاخر اللي تيكون في فيفا التيميت تيم. هادو غيغرقوني لانه كاين نيفو اخر فوق من ليجوند تيكون غير في لي ديفي واقيلا جو بونس في الفيفا التيميت تيم هادشي في 14 هنا ما عرفتش كيفاش غادي يديروا لي كيتسمى الالتيم هذاك نيفو بوحدو هذاك نيفو تاع والله لا ماركيش بحالك وفيه لي سكريبت بزاف. اشنو سكريبت شي حاجه اللي معروفه في فيفا يعني فاش كتعيق مثلا كتبقى تربح بزاف ولا شي حاجه فهما تيديروا لك ان سكريبت بحال انستوار يعني كتجي فتره ديال الفرقه واللعابه عندك يعني كتولي واخا تلعب دير كل شيء اللي ممكن ديريه في الماتش فانت كتبقى بلا ما تمارك. ما دازتش فانت كتبقى تتخسر اولا تجيب تعادلات بزز ليش؟ باش تيخليو هذيك السيزون ديالك تكون اكثر واقعيه وما يكونش هذاك الملل اللي تيوقع مثلا فاش كتبقى تربح بزاف كتوصل مثلا لواحد لو نيفو دميتريز ديال لو جو
فبالتالي كتولي شي ماركي بسهوله. واش شي واحد في السوتيان الدراري؟ شي واحد بيلانتي بيلانتي. يا هادي فيها شي حاجه الصراحه، مازال نشوفوا الاعاده اللي دارت. خليني تنشد لابال. شحال بقى لنا الشوط الاول؟ مازال عندنا شويه الوقت. شد الباص هذا، ارى داك البال. يلا يلا شيت ما وصلتش. صعيب صعيب باش ماركي من هذاك الديستونس، وانت ماشي في لي زابوي المزيانين ديالك، خاصك تكون متوازن مزيان وتعطي لابال، تعطي لا بوسونس اللي باغي، ما تكونش بحال هكاك مزير مع اللعابه وما واضحاش لك لا فيزيون مزيان. مازال محبسين ساتشي. يلا يلا نبنيو شي هجمه اخرى. صراحه تصيدنا في ذاك البيتش، مي بون عادي ماشي مشكل، كره هي هذه، مره لك ومره عليك. كان خاصو يكون في البرومي بوطو ماشي في الدوزيام باش يخطف الكره لساتش، كومسا ما غاديش يديها لي. اوسكار great work from the referee in terms of playing the advantage law there for Chelsea. Here's Fabregas. That's Philippe Quetta. يلا معاه 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 معاه. خرج 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 خرج. شت شت شت. Played it into the wide area there. Played it well. لا 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 لا. A goal kick. كنا غادي غادي نلعقوا. Great moment. Here we can see it again, the save. وليو تردوا البال في لينيسياسيون ديال لابال بحال هكا، لانهم مهاجمين ديال الفرق سيرتو بحال هكا في لينيفو طالعين ديال ديفيكولتي، فهو تيجي يوقف لك على المدافع الاولاني، كاين شي ديك اللعيبه ديال يخليك تطلع كره على خاطرك وداك الشيء. كتشوفوا انهم كيفاش تقراو سميتو انت فين باغي تمشي بالكره ولي باس ديالك. طلع خايبه هذه. مزيان مزيان، عمرنا ليه العمق ديال الديفونس باش ما يشيريش. بالنسبه للديفونس خاصك تحاول تزاوج ما بين انك تكونتوني اللعب، يعني تحاول غير تحتويه ما تزيدش عنده، وما بين انك تخرج ليه وتكون اغريسيف، ولكن خاصك تكون حذر في ديك الخرجات اللي اغريسيف، لانه ممكن تخلي ليسباس خاوي موراك. ما مرتاحش بحال هادي ما يقدش ماركي. كتشوفوا انه تقلبات لي بالونس، البالونس تقلبات دابا شويه، ولاو هما هاجمين عليا كثر، خاصني نحاول نركز شويه ان شاء الله نحاولوا نديروا شي هجمه اللي تكون مثمره. جون فلانيغان الدراري ما تيتحركوش في الكولوار مزيان. بايت تو جلين جونز. يلا يلا جون فلانيغان taking a lot of care with their possession Liverpool. They were careless at the back and they're still paying a price for that. Yeah, when you do have the ball so often it can be a temptation to not move the ball on quickly enough, and I think that's what Liverpool have been guilty of. كتشوفوا هو كيفاش كان اغريسيف على اللعب، ما خلاش يشد كره على راحته. انا غادي نحاول نكون شويه اغريسيف. يلا يلا جوج على واحد. ايفانوفيتش صعيب الصراحه باش يلاه تحاول تكادري معاهم تشيره مزيان، لانهم تيعرفوا يتحركوا مزيان، تيعرفوا يخرجوا كور. مي بون فاش كتضغط عليهم بزاف كتشوفوا انهم حتى هما تيديروا اخطاء. جوردن هندرسون. الله 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 صاحبي. ايدن هازارد.
كي تشوف واخا مشيت ليه بجوج فهو قد يخرج كره ود الحرام. ها نتوما دابا تمشي بجوج ديال اللعابه ومع ذلك فهما تيقدوا يدوروا كره مزيان. مي بون اخيرا الضغط جاب الثمار ديالو. مينو لي سير شد اخويا قلت لك انت كتجري راه ما مباصينش لك هذيك الكره. دانيال ستاريج يلا يلا اخرج ليا واحد في القنش. يلا يلا دانيال ستاريج يلا 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 شيت مخلاش يكملها. دييغو كوستا اوسكار ادم هازارد تشوفون كيفاش يحركوا كورة. دييغو كوستا واخا سيدي واخا ضرب عليا الطوال نضرب. نوت بانيكينغ ان بوزيشن هير كيپينغ ذا بول يلا معاه سال الشوط. اوكي اذا دابا غادي نخليكم مع مع الهايلايت تشوفوا الهايلايت كيفاش مخدومين باش تحسوا بالجرافيك الخدمه اللي كاينه في الجرافيك في هاد الجوج. Let's take a look at the highlights from that first half and then we'll get straight back to the commentators for the rest of the contest. انتوما تتمتعوا ب سميتو بليزاري ديال لي غارديان شي حاجه اللي واعره بزاف. فوالا كتشوفوا لاري كيفاش مدير كيفاش مخدوم داكشي رهيب. كانت بعيده كان ديزيكيليبري ما فيها والو ماشي فحال هكدا تماركي هازارد ماشي فحال هكدا. شفتو الانترسيبسيون كيف دايره كيفاش كان تيقرا في لو باس وجاي تيقرب للعاب شي حاجه اللي كتبين لكم هذاك الذكاء الاصطناعي ديال لو جو الانتيليجونس ارتيفيسيال ديال اللعابه ديال سميتو ليزين ليكيب ادفيرسير. سو هنا كشفتو ستيج غنمشيو دابا ندخلو نمشيو ندخلو نبدلو شويه في هادشي اللي عندنا. اوكي هنا عندك الانترفاس الاولانيه هي اللي فيها ليكيب كدير فيها لي شونجمون ديالك ديال اللعابه. سينو ممكن تقد في اي وقيته تشوف اللعابه اشنو لي ستات ديالهم بشكل مفصل. فوالا كتورك على الرايت ستيك سينو بغيتي تبدل ليه سميتو تبدل ليه البلاصه ديالته في هذاك البلاصه تماك فانت اكيد غادي تقد تورك عليه هكذا وكتمشي كتختار شنو اللعاب اللي بغيتي تبدل شي حاجه اللي سهله وسامبل. اوكي حنا نشوفوا شنو اللي ممكن انا نبدلو هنا. لامبارت تقيت شويه خصني نلعب شويه على لافيتيس سكيفي غادي ندير ستيرلين نطلعو قدام وغادي نجي في بلاصتو كوتشينو. بالنسبه لالان غادي ندير في بلاصتو لالانا. اوكي عندي دابا دو شونجمون شي شونجمون تالت شنو اللي غادي خصني ميليو دروا فوالا ندير في بلاصه هندرسون فوالا كومسا سميتو كومسا مزيان هكذا مزيان. بون كتجي لهنايا كتشوف شنو هما الخطط اللي ممكن اللي بغيتي تلعب بهم ممكن بطبيعه الحال انك تموديفي عليهم من بعد. بالنسبه للرول هنا تجي شكون اللي ببساطه شكون اللي غتعطيه مثلا يشيري لي بي البيلانتيات تعطيه مثلا كونفرات الى اخره لي كورنر اكسترا. هنا فين تجي فين تعطي هذا هو اللي شويه الجديد او بطريقه احسن هذه المره لانه كان حتى في
في الفيفا 14 ولكن كان شويه مخشي خصك شي بقى داخل تقلب عليه. دابا الانترفاس زوينه وانتويتيف كتمشي باش تتقاد مثلا جيرارد مثلا غناخذو جيرارد بغيت نشوف ليه سميتو الطريقه كيفاش غادي ديفونسي فكتشوفوا انه ممكن انا نخلي ديفونس اكيليبري يعني ديفونس متوازن ممكن اشنو ندير ليه كوبي لي لين دو باس يعني يبدا يدير دي انترسيبسيون يعني يبدا يقلب يقرا لي باس فين تيدوزو يحاول يقطعهم ياك ونقدر ندير ليه ماركاج انديفيديوال يعني يكون بلو سميتو يكون يبقى ملصق في واحد اللعاب يمشي يكون اغريسيف عليه ما يخليش يشد الكره. فوالا انا غنخليها في الاصليه. شنو عدي اخر عاوتاني مثلا بنفس جيرار الا بغيت نشوف سميتو لو سوتيان اوفونسيف. فوالا لو سوتيان اوفونسيف ممكن نعطي عاوتاني دي انستركسيون سوا يمشي لقدام بزاف سوا يكون غير اكيليبري سوا يبقى اللور باش يلاه يوصلوا ليه هذوك لي دوزيام بال. فوالا حنا غنخليو اكيليبري. بون هادشي غير باش تشوفوا اشنو اللي ممكن انني نبدل هنايا. ديجا كاين البلاصه ديال سميتو ديال لي تاكتيك فوالا هنايا في الاخر فوالا كدير التاكتيك مثلا ديال كونتر اتاك ديال سميتو لا بريسيون يعني طلع بالبلوك ديالك وتبريسي تاكتيك بيرسونيل غادي تدخل ليه غادي تبدا تقادو. فوالا هنايا كتدخل كتقاد هادشي هو كان في ديجا في 14 ولكن هنا تيعطيك سميتو واحد الانترفاس اللي انتويتيف بزاف وسهله في الخدمه وتتخليها تحس بها ماشي ثقيله ومعقده وخاصك تبقى داخل تقلب عليها عندك خارج عندك برا كتمشي فاصيل مون تتقاد لي بارامتر ديالك ساهلين لارجور دو بلوك لاغريسيفيتي البريسيون بوزيسيون مون ديال لعبه اورغانيزي ولا تبغيو يبداو يديروا دي بيرميتاسيون يبداو كيقلبوا لي بوست الى اخره. بون هادشي كتخدم به سيرتو فاش كتكون غدير اون سيزون ديالك اون كارير ديال اونترينور تماك فين كتبدا خدام بهادشي لانك غادي كيف ماش نقولوا غادي تاخذ مده طويله في اللعب وغادي يكون عندك دي ماتش اللي صعاب ودي ماتش اللي ساهلين ودي ماتش اللي فيهم دي زونجو محددين اللي غتحتاج ليهم واحد لو تاكتيك معين. سو حنا شفنا هذاك الشيء اللي بغينا بدلنا داك الشيء اللي بغينا نمشيو ندخلوا نرجعوا نلعبوا ونحاولوا اننا نجيبوا التعادل او على الاقل. اوكي اوي ماشي اورجو شيت اورجو بين اورجو دينايد باي ذا اسيستنت يلا يلا هادي غير ناقص الخطر هذيك اللعيبه تاع جمع راسك ولدي لا 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 ستيرج لا ماشي باس هذا دييغو كوستا اوسكار They're passing so well out there. Nemanja Matic. Well, I'm Zier. Offside. Referee is. Zier offside. The heading. The corner. Zier. Yeah, you do have to take a chance when you play that kind of game, but they're confident in the way that they're regimented at the back. Yalla. Adam Lallana. تشوفوا انه صعيب بزاف باش تلعب مع تشيلسي لان عندهم ميليو اللي قاصح بزاف وبويسون ماشي ميليو اللي فيه غير سليكه نتاع اللي كيفما تنقولوا في الدريجه ديالنا مي ميليو اللي فيه لعابه اللي صحاح يعني صعيب باش دير معاهم الكره كور الا دخلوا معاك في احتكاك. اوي 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 شش كانت سونتر زوين ولكن ما حتى حد مطلع لها. خصني نخليهم يبنيو معاه شت Time for the substitutes, I think, for Chelsea. Yalla. And then Agger. Yalla, tla, inche, tla. Ben Johnson.
a Johnson. That's a shame because he is tired. He's getting on the ball, but it's a big effort from him. يلا يلا. لا لا لا. كروازي بزاف. يلا وقف عليه وقف عليه. Ivanovic. Back to him again. Oh yeah. Ivanovic. والله الا شي لاعبوا عليه على خاطر لا وياك بيلانتي لا بيلانتي لا يقدم لنا على الامال ديالنا في التعادل اوي صراحه تعداو عليه تعداو عليه اللي سري انا اللي مدير لي جونب من الديبار على الاقل لا تتولف اللعب المهم ماشي مشكل اه ما دازش هادشي الا لاحظتوا واحد القضيه في لو فيزيك او المخزون اللياقي ديال اللعابه فهو تيهبط بالزربه وخاصك ترد ليه البال لان لا جيستيون ديال المخزون اللياقي مهم بزاف سينو الا ما بدلتيش اللعابه وما حاولتيش تدور التشكيله ديالتك فهما تيبداو تيتبليساو لك اللعابه وسط الماتش ماشي من غير الماتش يعني تيخرجوا بعد تلقاهم بليسين او شي حاجه هكذا سير تشوف سميتو بحال كاين الا مشيتي خديتي كارير في البريمير ليغ غادي تعاني بزاف هاي اللي هاي اللي مزيان رجعتو لنا الكره وهبطوا لتحت هبطوا لتحت ستيفن جيرارد يلا يلا اي خلاش دوز ديالي اوكي اوه شيت ستيرلين تضرب ليا كيف ما تشوفوا عيب بزاف شفتوا كيفاش دفع الكره قدامه يا سلام روعه بيت واعر بزاف اوكي ستيرلين تضرب انا عيقت انا مشيت درت لي شونجمون كاملين في مره واحده اي Brilliant football from this team. Eden Hazard. اه استرج مالك اصاحبي شتكتي الف اليوم يلا 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 طلعوا معايا الدراري طلعوا اه فينك ستيرلينغ فينك اه شيت ويليان اليوم حيح عليا واعرين تيعرفوا يحركوا كرة ويخرجوا من يلا 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 جونسون اوه شيت دزتش بغينا غير بيت الشرف غير بيت الشرف بزاف يلا نشونجيو شويه كوتينيو زلق حيد لي
هو ما جاش فيها ديريكتومون ولكني فاش رجعت انا حيد لي ستيفن جيرارد. الله 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 بلايد تو فرناندو توريس ميكيل حتى هما بداو تيعياو شفتو انهم واخا هكاك ماشي ركزوش بزاف في لي باس. That's a nimble play to get over the slide tackle. Daniel Sturridge. Ah, either. Turned away by John Terry. Liverpool will get the throw. عطينا توش. Coutinho. And that headed pass keeps the move going. Oh, yeah. The whistle is gone. Because the assistant flag for offside. مبقاش الوقت بزاف، بقاتلنا 10 دقائق في الماتش. نحاولوا نكونوا حاسمين، شوفوا لا قدينا نجيبوا شي شيء. صراحه كون ماركينا داك البيت في الاول كنا غادي اوموان اثروا لهم شويه في النفسيه، لان تتلعب بزاف. هذه مسألة اللي معروفة في الفيفا، وأنه فاش اللعابة تدخل عليهم بيت فما تيبقاوش يتصرفوا بحال إلا ما داخلش عليهم حتى شي بيت، فهما بحال اللي تيتحس بهم تأثروا. بون في الديبار في الأول فاش كيكون داخل غير بيت واحد تيكون شوية ديال تتكون واحد لارياكسيون سريعة سير بلاس، ولكن إن فوا تزيد مثلا الثاني صافي تتحس بهم، تحس بليكيب أدفيرسير طرخات. كنا غادي نستغلوا داك الشيء، ولكن دابا مع دابا حنا اللي طار لينا هادشي. لا 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 انا خرجت من التركيز ديالي، خصني نركز شويه. جون فلانيغان، ادم لالانا، كوتينيو، ستيرلينا صاحبي تو شويه واقف حدايا صاحبي، شنو بايشين لان جونسون. يلا يلا لوكينغ فور ان اوبننج وذ سم جود كنترول بيلد اب. اي بيد فرناندو توريس، فرناندو توريس ليجوند. صراحه الا بغيتي تربح خصك تدخل تقاد التكتيك ديالك على داك الشيء اللي بغيت تلعب عليه، سينو غتبقى غير بحال كتاكل في العصا. او الحكم رزلق عليا الحكم، كون زلقت عليا انا كنصفر. يلا 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 تحركوا الدراري، كاين فرصه، كاين لاسباس. اي ماشي ساهل باش دير لي الدريبل الحامض. الدريبل الحامض دير والو. اوكي الواحد يعترف غادي نخسر بينا وبالزيرو، مشيت بالشرف. اوكي هو الحكم قريب يصفر مقا لي والو. صافي صفر الحكم، باغي يماركيو شي بيت اخر. والله الا باغي يماركيو شي بيت اخر. على سلامتنا. اوكي انا نخليكم مع سميتو مع لي هايلايت ديال الماتش، ومن موراها نرجعوا ان شاء الله. Wanted this friendly game to get themselves going again. They've lost the game, but in the end maybe there'll be more advantages than perhaps the result would suggest. I think they were trying out one or two things out there that didn't quite come off, but the manager
might have found it quite useful to see which of his players could adapt. So it's full time with a final score 2-0. I'll leave you with the full match highlights, and until next time, I've been Jeff Stelling. And he's put it in the net for Chelsea. It's no goal. The flag's up. And that's in for Chelsea. إذن فوالا سي لولي هايلايت. نتمنى أنه هذا الماتش يكون عجبكم وشفتوا فيه شوية كيفاش لا فيفا 15 غادا تكون إن شاء الله، وعطاكم فكرة اللي من خلالها تقدروا تشريو أو لا هاد لو جو. شخصيا أنا كنعتقد أنه جو اللي تستحق أنك تحط فيه هذاك القدر المالي اللي تتباع بالمقابل ديالو، لانه تيعطيك جميع الحوايج اللي ممكن تحتاجهم في جهد ديال كره القدم. كيعطيك سميتو هذيك لا ديفيكولتي ديال السيمولاسيون، يعني بحال اللي تلعب كره ديال بصح سير شوف واش كطلع لي لا ديفيكولتي. كنت شي من الناس اللي تيبغيو يلعبوا اركاد، فانت غادي تهبط لا ديفيكولتي وتلعب اركاد تبقى تربح في الفراقي. سينون فهو تيعطيك اون اكتيفيتي لي لارج بزاف، يعني فيه بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي من غير اللعب الكلاسيكي ديال انك تكون مدرب ديال فرقه في اون كارير في وسط واحد الشامبيونه. فهو تيعطيك سميتو الكارير برو، يعني انك تلعب لاعب واحد وتكون تحاول تكون نجم. تيعطيك عاوتاني لا بوسيبيتي انك تلعب دي ديفي ديال لا سمين، يعني المقابلات الواعرين اللي يدوزوا في العالم كامل في الاسبوع اللي انت فيه، فانت تتعاود تلعبهم بنفس لي كونديسيون اللي كانوا، مثلا طرد، مثلا دي شونجمون، مثلا خطه معينه، مثلا خاصك تماركي مثلا ان هاتريك، مثلا خاصك تكون متاخر بالنتيجه وترجع في 10 دقائق الاخرى الى اخره. فكاينين بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي زوينين واللي فيهم تحدي واللي تيخليو انه الجهد ما تيكونش ممل ديال كره القدم، لانه العيب ديال اكثر لي جهد ديال السبور هو هذاك الردوندونس كيف ما تنقولوا، يعني التكرار. فبالتالي انا تنظن انه الفيفا ناجحه لحد كبير في انها تهرس هذاك التكرار اللي تيكون وسط لو جو ديال السبور. كنهضر على جو دي سبور، يعني اي سبور، سواء سيارات، سواء كره، سواء باسكتبول، سواء هاندبول، سواء ريكبي، سواء فوتبول امريكان، فدائما تيكون هذاك التكرار ردوندونس. ولكن الفيفا تنظن انها اكثر جو ناجح التهرس ديال هذاك لا روتين ديال لي جو دو سبور وديال هذاك التكراريه اللي فيها. فهو تيعطيك بزاف ديال لي بوسيبيليتي انك ديرهم، زياده على الفيوتش اللي هي تقريبا اوعر فيتشرز في وسط لو جو، اللي هي سميتو الفوتبول التيميت تيم، اللي تتخليك انك تنافس على مستوى اونلاين، يعني مع ناس من العالم كامل كتنافس معاهم وكتحاول تصايب اوعر فريق ممكن يحلم به اي شخص.
سو وصلنا تقريبا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا، نتمنى انها تكون عجبتكم. الى عجبتكم بطبيعه الحال ايميو ابوني وبارطاجيو، وما تنساوش انكم تابوناو في لاباج فيسبوك باش يبقى دائما يوصلكم الجديد، وما تنساوش انكم تخليو اقتراحاتكم وملاحظاتكم، ماشي بالضروره تكون ملاحظات زوينه، خيبه مثلا شي جو اللي ما عجبكمش، طريقه ديال التقديم ما عجبتكمش، طريقه ديال التسجيل ما عجبتكمش. دائما حاولوا انكم تكونوا اكسبريسيف، يعني تحاولوا تعبروا على اشنو تتفكروا فيه على هاد لي زيبيزود اللي تشوفوهم او الحلقات اللي تشوفوهم في وسط لاشين. اذا خليت لكم الراحه، ان شاء الله فرصكم، في امان الله. السلام عليكم.